أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. لمتنا الحلوة زي ما اتفقنا من كل خميس لغاية الحد، من كل أسبوع من 6 ل 7 مساء. النهاردة معايا حبيبتي رانيا حمودة، أهلا بيكي يا رانيا. أهلا بيكي يا مها. ومعايا لأول مرة على قناة المحور سارة عزت، أهلا بيكي يا سارة. أهلا بيكي يا مها، مساء الجمال عليكي ومساء الجمال عليكي يا رانيا، ومساء الجمال على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. أولا أنا عايزة أحمد ربنا على انضمامي لقناة المحور، وعايزة أحمد ربنا على انضمامي لبرنامج اللمة الحلوة. بصراحة يا مها بالنسبة لي مش لمة حلوة بس، أنا قدام أسطورة إعلامية بنتعلم منها كل حاجة حلوة، ومعايا الجميلة رانيا حمودة بحب دايما أشوفها على الشاشة. انت اللي جميلة. وحابة أشكر كل زملائي في قناة المحور، وبوجه رسالة من القلب، رسالة للدكتور حسن راتب، رسالة شكر وحب وتقدير على انضمامي لقناة المحور وبرنامج اللمة الحلوة. يا رب أكون ضيفة خفيفة وحلوة على كل اللي بيتابع برنامج اللمة الحلوة. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا كالمعتاد، موضوعاتنا الاجتماعية. هنتكلم عن موضوع كتير جدا من الستات بتشتكي منه، وهو موضوع الرجل المسيطر. في نوع من الرجالة يا رانيا بيبقى عايز يدخل في كل صغيرة وكبيرة، سواء في حياة مراته أو في البيت، عايز تاخد رأيه في كل حاجة، عايز لو عملتي أي حاجة من غير ما ترجعي له تبقى مشكلة كبيرة، حتى في لبسك، حتى في شكلك، حتى في سوبر ماركت والحاجات اللي بتشتريها من السوبر ماركت. في رجالة كتير النوعية دي بلا شك، إزاي نتعامل مع الراجل ده؟ بصي مها، انا يعني ايه طبعا يعني انت عارفه انا شخصيا لو كنت راجل يعني كنت اكيد هبقى عايزه اخد فرصتي ان انا اسيطر. يعني الراجل بطبعه انا بشوف ان هو او الراجل المسيطر بالذات حتى مصروف البيت هو بيتدخل فيه. يعني لو انا ست ذكيه انا ممكن اقنعه ان هو مسيطر، لكن يعني مش لازم يبقى هو مسيطر بالفعل، هو بس يعني ايه ازاي الست تبقى قادرة تحتوي الموضوع ده. والله أعلم بقى الجيل اليومين دول غير الجيل زمان، لكن الراجل المسيطر ده راجل شرقي موجود في كل بيت أو في معظم البيوت. يعني النهاردة هيبقى معانا ضيفة مهمة جدا اسمها إكرام خليل. إكرام هي مستشار أسري، وهتكلمنا أكتر في الموضوع ده وتقول لنا إزاي إن احنا نقدر نتعامل مع الشخصية دي. يعني سارة، إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله يا مها أنا شايفة إن الرجل المسيطر ده بيبقى عنده ضعف شوية في شخصيته، فبيحاول يظهر ده على اللي قدامه يعني. وبعدين الست هي اللي بتسمح بكده، الست هي اللي بتسمح بده. يعني هي مثلا لو سكتت مرة هيبدأ هيبدأ يتعامل معها تاني بنفس الطريقة، بحيث إن هو يسيطر عليها. هي لازم تاخد موقف من البداية. انت شايفه ان هي يعني تقدر تصده من البدايه بالزبط، ولا بالعكس تاخده واحده واحده وتحاول تقنعه بالراحه من غير ما يحس او من غير ما هو يحس ان هي بتقوله لا او بتقوله انا مش قابله سيطرتك دي؟ يعني انت شايفه ان المواجهه قوي ولا بطريقه؟ لا هي ممكن تصبر، يعني هي ممكن تصبر واحده واحده بس هيجي لها وقت وتتخنق. اصل السيطره دي بيبقى الشخص من جواه عنده نقص وبيبقى مرض، فهيجي يظهر على في حياتهم الطبيعيه هيبقى الموضوع مش حلو. مش شرط مرض. يعني يا مها انا شايفه ان يعني الطابع الراجل الشرقي المصري زي ما بيطلع في البيت في راجل وفي ست، احنا خلاص اكتسبنا العاده دي، واكتسبنا ان الراجل هو الامر الناهي من ايام افلام سي السيد واحنا بنشوف ده. ف مش شرط يا سارة، يعني مش شرط ان هو يكون يعني عنده نقص او عنده حاجة يعني، لكن اللي انت بتقوليه ده في عوامل. اصل هو الراجل المسيطر ده هو مش بيسيطر على البيت بس، يعني هو بيبقى مسيطر على كل اللي حواليه. يعني انت لو جالك حد راجل مسيطر كده هتعملي ايه؟ يعني ممكن اتخنق بصراحة. يعني هتقولي له العواف عليك وتمشي ولا لا ده حقيقة هتروحي عاملة كده فعلا؟ يعني ممكن تبوظي موضوع جوازه من في فتره الخطوبه ان انت شايفه ان الراجل ده مسيطر، فانت مش قادره تتعاملي مع الموضوع بذكاء؟ اصل هو بيقلب العلاقه على كل اللي حواليه، يعني بيبقى الموضوع صعب ان هي تتعامل معاه. انا عن نفسي ما اقدرش اتحمل ده. يعني ما اقدرش اتحمل ان راجل يلغي كل ارائي. ربنا خلقنا يعني كل واحد له شخصيته وله رايه في الحياه، ما ينفعش انا اجي اسيطر عليك في كل حاجه، في لبسك، في
في تصاحبي مين وما تصاحبيش مين، تخرجي النهارده مع مين ما تخرجيش مع مين. ده في بتوصل امور السيطره بجد على حتى ديكورات البيت. يعني احنا دايما نقول ان البيت ده مملكه المراه والمطبخ ده مملكتها بالظبط، يعني من حقها انها تعمل ديكور بيتها بشكل هي حباه. بالظبط كده، تلاقيه برضو عايز يتدخل فيه ولا لا لا ما تحطيش ده هنا، ده مش مريحني بالشكل ده كده. ويحط دماغه برضو ومناخيره زي ما بنقول في كل هو حاجه، بيلغي رايها في كل حاجه، يعني بيبقى الموضوع صعب، بيلغي رايها في كل حاجه، ما بقاش هي ليها شخصيه، يعني هي كائن متحرك كده في البيت بس. طيب عموما احنا هنكمل كلامنا تاني في الموضوع ده، لان الموضوع ده يعني لسه في كلام كتير، بس احنا معانا دلوقتي ضيف مهم جدا. اولا احنا الناس كلها قلقانه من موضوع كورونا، واحنا ابتدينا اول حلقه بموضوع كورونا وايه الايجابيات اللي استفدناها من كورونا، لان كلها طبعا سلبيات كبيره جدا، بس اكيد في شويه ايجابيات اتكلمنا عنها في اول حلقه. رجعت تاني كورونا بنتكلم عليها انها هيبقى لها جنريشن جديد، في جيل جديد طالع من كورونا هيبقى له مواصفات تانية واعراض تانية، وده قلق ناس كتير جدا. احنا بعد ما نسب نزلت في مصر وفي العالم كله ابتدت ترتفع تاني فعلا، والناس قلقانه جدا، واحنا ابتدينا بصراحه بمنتهى الامانه انا شايفه ان الناس ابتدت تتراخى شويه او بتبتدي تتعود على فكره ان احنا متعايشين مع كورونا، فابتدت بقى تهمل حكايه الماسك الا لو مكان مش سامح بان تدخليه الا ماسك او كده، فابتدت الناس يعني عارفه تتراجع شويه عن الاجراءات الاحترازيه وابتدينا نهمل شويه. فعايز